تجسيد مشروع التلفزيون الرقمي الأرضي في الجزائر بدأ باقتناء المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي لمحطات البث الرقمي الأرضي، وهو الآن يمر بمرحلته الأولى، حيث يمكن المشاهدين القاطنين بالتجمعات السكانية الكبرى من الاستفادة من هذه التقنية العالية الجودة. نقدر نستقبل بهذا الجهاز يعني في منزلك في بيتك تستقبل 6 قنوات تلفزيونية زائد 9 قنوات إذاعية حاليا راح يمشي. تعتمد هذه التكنولوجيا على استقبال الصوت والصورة عن طريق جهاز إضافي يفك الرموز المستقبلة، كما يوجد بعض أجهزة التلفزيون التي تحتوي على نازع تشفير مدمج، وللتلفزيون الأرضي الرقمي مزايا متعددة. من المهم جدا أن يعرف المواطن يمكن أن يستقبل نوعية جيدة كما هو الحال في استقباله في تجهيزاته عبر السطل. رغم انطلاق بث التلفزيون الرقمي الأرضي بمدينة ورقلة منذ أشهر، إلا أن المواطنين يجهلون هذه التقنية ولا يستغلونها. مشروع بيان، ولكن ما على باليش إذا كان المواطن الجزائري راح يقدر يحمل تكلفة تاعو إذا كان فيه تكلفة زايدة للبارابول. البروجي هذا يتسمى ما نكذبش عليك، باينة بلي حاجة جديدة تكون حاجة مليحة. إن العمل على تعميم مشروع التلفزيون الرقمي الأرضي في الجزائر يعد خيارا استراتيجيا نظرا لقدرات هذه التكنولوجيا لمواكبة العصرنة والتقدم السريع الذي يعيشه عالم السمع البصري.